بلوت يا خويا، ها فلسطين اولا القدس او ثاني القبلتين هو مصر رسول الله ياك صلى الله عليه. نعم ماشي نتوما اللي تيقول الله بان حرمه الانسان عنده اعظم الكعبه، ولكن نتوما شنو بغيتوا تدخلونا في الدماغ بان هذاك الشيء يقولوا ليه اوه نسيت بلاتي طوخني لا الحجر اهم من البشر، الحجر اهم من الحجر اهم من البشر، الحجر اهم من اهم من اغلى من البشر. بغيتوا تحمقونا المغرب شرى طيارات من اسرائيل، صفقه ديال الاسلحه 140 مليون دولار، طائرات بينهم طيار من اسرائيل. عرفتي شنو ديو نتوما من المغرب وطيروا لفلسطين ضربوا لي الاماكن ديال اسرائيل. تيجي نسال لكم قرطه نقول الو نتنياهو عشيري الله يرحمه فاطمه الشيخ حنبول الله يرحمها باش نقلب لهمكم انا نخرجوا من نحيوكم من الارض، ولا ديو الاف 16 ديال الامريكان فهمتي، ولا دوك الرافع ديال فرنسا ودمروا لي القضيه. فين نسال لكم قرطه عاوتاني دور ترامب قول لي الو البيت الاحمر البيت الابيض كونغرس فاطمه الشيخ حنبول بغينا نحيدوا اسرائيل من الكون. حنا انت حمق اخويا انت صبابه بلاتي نحيدوا هذه تاعي واحد المغربي هنايا ويبان لكم فواحد الفيديو دو فلامينو هي ولكن عندو كابيش فهمتي خرجوه من لابيلونس هادي لومبيلونس خرجوه خويا من لابيلونس دو دوزو الكيش اوتوماتيك لا ماشين كيتيري فلوس باش يخلص عاد باش يديو هناك في المغرب لا اخويا في المغرب وي باش تعرف بان المستشفيات ديال اسرائيل اخويا عرفتي شنو عرفتي اخويا المستشفيات ديال اسرائيل بلادي المستشفيات ديال اسرائيل تداوي كلشي فهمتي تداوي كلشي ما تطلبو منك لا فلوس لا تدخل تداوي فابور واخا تكون العمليه ب 40 مليون مغربيه ولا 60 مليون مغربيه اخويا المستشفى تيتكلم بكلشي جميع يعني المصاري. انت سير المغرب مشي تلقاو فيك شي مرض سير بيع دارك عاد جدا لا عطيهم شي كبير فهمتيني عاد باش تداو نسيت واحد السنتون في هذه السيمانه 10 ديال الاطفال ماتوا في الجنوب ديال المغرب لانهم ما لقاوش المضادات ديال السمس ديال العقرب عندهم عقرب ومشاو. تجي تقول لي قضاء وقدر لا فهمتيني مشكل بشري بلاتي وي مشكل بشري هادو ولكن هادو هانيه ماشي موت هادو شهداء هادو يمشيو ديال الكنافه معاهم غير اطفال فهمتي عادي عندي لكم هادشي اطفال اطلس ما عندهم ما يلبس بلاتي الصنداله ما تيكسبها الصنداله ما عندي هاد الصنداله اللي خصها يعطي باباكم ياشي تصرف فيها قبل قدو ما عندوش صنداله القاشر ما كاينش الا اصميد الا كلشي فهمتي ما كاين والو لا لا نسى عليا هادشي هادو راه يقدروا يصبروا فهمتي حنا خصنا نشوفوا فلسطين القدس فهمتي صفقه القمر ترا خويا لعب الكارطه في شي قهوه وهنينا لاك وبقى نتبع الجزيره هذاك امير قطر حتى هو راسينا على صفقه القمر حتى هو قال لهم وي وكندور الجزيره قال لهم عرفتي شنو طلعوا لي القضيه باش ما فهمتش ما هو يعني هذيك شي تحت من تحت فهمتي دف دف فهمتي ضرب من هنا فهمتي ضرب من هنا ومن لا قول لهم رانا في شكل فهمتي اردوغان تركيا يعني المعاملات ما بين فلسطين ما بين اسرائيل معاملة تجارية ما بين تركيا واسرائيل عرفتي شنو في اوج العطاء ديالنا بيناتهم يعني واحد التعامل تجاري توصل حتى المليار دولار مليار دولار مازال المغرب ما عندوش تعامل تجاري مع اسرائيل باقي ما وصلوش لهذا المستوى ولكن يخرج هذا نقول لكم القدس الاحمر وما هو تيدعمهم اقتصاديا ولكن هذا الخطاب هذا عرفتي موجه لهذوك صاحب العاطفه اللي قلت لك محتاجه صح محتاج لا دوز ديال العاطفه عاطفه ضروري سي انا بالعاطفه والو خويا العاطفه مزيان فهمتي العاطفه ضروري العاطفه بها باش تنسى الحزه بها باش تنسى يعني المشكل ديالي اللي هو لوكال كما قلت لكم مشكل ديال المشاكل ديالي تنتهنى فهمتيني خرجوا لي القضيه هذه نبرد فيها شويه جنوني فهمتي اما باش نمشي نسول على دوك الناس اللي واكل لي رزقي لا داكشي صعيبه حنا مغاربه وحنا دراويش ولكن لا فلسطين حيت ما يديروا لكم والو فهمتي عارفه لا بعيد على داك السوق خلينا نهضروا فيه راه ماشي يعني سكيزوفرينيا واو سكيزوفرينيا تحياتي وبالنسبه لدوك الناس اللي تيسبوش نقول عندكم جواب راه عرفتي شنو داك الحمير عشاكم الكره الارضيه تستفد منه صراحه هذا الشيء هو التحليل اللي وصلت ليه يعني الكره الارضيه تستفد منه نتوما شنو بلاتي نتوما متقلين الكره نتوما تدخلوا في داك الجلوبال وورمينغ هذا التغير المناخي ديال الكره راه نتوما تزيدوا فيه فهمتي تزيدوا في السطون ديالنا العالم سينتهي قريب وبلا ما تقعد تهضر لي تقول لي عياق ما كاين عياق انا تنقول لك اخويا الواقع بغيتي ما بغيتيش الله يعاونك ما تدخلش عليا انت ما تصنتش لي انا تيسا وتجي يا سلام على اخلاقك ان على ود لقى بزال بقلقنا سنحرر الاقصى وتيقول لك عاوتاني الخطاب ديال الاسلاميين ولي يا سلام على الاخلاق دابا انت تمشي بديك العقليه باش تعطيهم واحد النموذج ديال الانسان المتخلق الانسان المتخلق اوكي خلوني ساكن سير خويا عاشك تحرر من المقدم فهمتيني تحرر من المقدم والشيخ والقمع والبوليس وداك الشيء كاوا تحرر منه هذا جي هضر على القدس وفلسطين هضر حتى على اللي بغيت هضر على كامبوليا هضر على حتى الفلبين هضر على العالم كامل بغيتي تحرر بلد ناجح بالفشل ديال بغيتي واحد فاشل يمشي يحرر بلد ناجح ما عمر كان تدي في التاريخ اصلا تكون نموذج عاد باش الناس تاخذ به. المهم ما تفهمش الخطاب ديالي وغادي نبقى غادي نبقى نضرك في دماغك لان هضرتك ما تدخل لي من هنا وتدخل لي من هنا فهمتيني وتحيات ما بقاش نقرا فهمتيني ندير طانكا ندير اللي بغيتي فهمتيني هذه حياتي اول حاجه وثاني حاجه راه دوك اللي تموكم لابسين جلالب ومجلسين لكم على القهاله يعني مشكله حتى الهضره فيك ما بقاش في المظاهر سبق وقلت لكم بان تلقى واحد تيسير جماعه هنا داير لوشام وتخربيق ربي الراه ولكن خدام خدام بلاد مزيان سواقش ولكن نتوما ضروري خصنا يجي يقول لكم بحال هذا التلميذ قال بحال الله قراصو عندي تدخل دايرين المرسيدس الحديد والفيلات والمعاشات والتقاعد 7 مليون في الشهر وزيد نتايا الحمد لله لا قدر الله الحق وصلك يعطيو لي اتصال باكم انا واش راه كيف هادشي شنو الا بغيتو هكا وانا حررت لك شوف ولا حررت شي حاجه ولا درتو شي حاجه في حياتكم راه وجهي وجهكم ونبقى معاكم انا كاع 100 عام لا طول الله العمر ونشوف تحياتي للعقول ماشي للخنونات